اهلا 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 بالحسن والسمر. انت عارفه ان الملائكه بيغطوا راسهم؟ يعني حتى لما تسالك عامله ايه تجاوبيني بسؤال. صح، برافو عليكي فعلا. طلعتي بتتكلمي ايه؟ الاسم الثاني هو معناه سؤال جميل قوي، برافو عليكي. ابونا رامي. مش معنى شكل الصليب، المبنى نفسه معمول باتلة اللي موجوده جوه الشمعه موجوده في القلب. مره تعمليه بخيره، مره تسرحيه، خلاص. وانا هستنى لو في سؤال تاني المره الجايه واجاوبك عليه. هاي صحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين زيي. بقولك ليه انا مبسوطه النهارده قوي قوي قوي؟ عشان ماما جابت لي الصندل اللي انا كنت عاوزاه، ومن امبارح انا لابسه ومش عايزه اقلع خالص. وقلت اول مكان اروحه فيه هو الكنيسه، بس لما جينا نتناول ماما قالت لي يلا اقلعي الصندل عشان ندخل في الهجره نتناول. وقلت لها يا ماما ليه ده لسه جديد ما لبستوش ولا مره، ده لسه جديد. ماما برضو قالت لي لا. طب يا ماما امسحه طيب ادخل بيه؟ برضو قالت لي لا. تحت رمل الهيكل وما ينفعش حد يدخل نتناول واحنا لابسين اي حاجه في رجلينا. انا مش فاهمه ليه لازم احنا ما نلبس حاجه في رجلينا واحنا داخلين الهيكل نتناول. حد فيكم يعرف ليه لازم احنا ما نلبس حاجه في رجلينا واحنا داخلين الهيكل نتناول؟ انا هذا لا تعرف. عشان المسبح ده مقدس، عشان دي أرض مقدسة، عشان ده ربنا لازم نسبحه، عشان ده مكان مقدس لازم نقلع الجزمة فيه عشان ينفعش، عشان ده بيت ربنا، عشان ده مكان مقدس وده بيت ربنا وما ينفعش نخش بالجزمة، عشان المسبح ده بتاع ربنا والجزمة ما ينفعش إن احنا ندخل بيها المسبح، عشان ده مكان مقدس وزي في قصة موسى لما قال له اقلع الجزمة قبل ما تخش عشان في الشجرة لما كانت متولعة. برضو محدش جاوبني إجابة كاملة، وليه ما ينفعش احنا نلبس حاجة في رجلين واحنا داخلين الهجرة نتناول؟ تكلم أبو نايس. ازيك يا ميرا؟ تمام يا ابونا، ازيك انت؟ وحشني قوي. انت اخبارك ايه؟ ايه اللي جايباه في ايدك ده؟ الصندل الجديد بتاعي يا ابونا، ما كنتش عايزه اقلعه بس كده ادخل بيه الهيكل. ماما ما رضيتش. قلت لها ليه يا ماما؟ لسه جديد ما عملتش فيه حاجه. وليه يا ابونا لازم اقلعه؟ اصل دي انا هقول لك دي حكايه مهمة خالص، والكنيسة عايزة تعلمها لنا وراها دروس كتير. القضية يا بنتي مش قضية ان الواحد لابس صندل ولا لابس شوز ولا لابس كوتشي ولا لابس شبشب ولا هيقلع هنا وهيلبس هنا، لكن الموضوع يا بنتي انه الهيكل حاجة وصحن الكنيسة حاجة وبره الكنيسة حاجة. بره ده للناس كلها، جوه الكنيسة للمؤمنين، جوه الهيكل ده سما. احنا بنقول لما بنقف في السقف الهيكل كأننا واقفين في السماء، بنصليها كده في الأجبية وفي الصلوات بتاعتنا. فتلاقي مثلا ان الهيكل لازم يكون درجاته اعلى، يعني الواحد عشان يدخل الهيكل لازم يطلع كذا سلمة. ليه؟ عشان يقول خلي بالكوا ده مكان اعلى من المكان اللي احنا بنقف فيه. وهقولك ايه الفكرة بتاعته. ولما ابونا يجي يقف على المسبح يرجع يقف كمان يطلع خطوات تانية، درجة درجتين. ولما يدخل على حضن الآب يبقى فيها درجات تاني كمان أعلى من كل الدرجات عند حضن الآب. الكنيسة عايزة تقول لنا خلي بالكم
أنا عايزاكم تتعلموا يا ولادي يا ولاد الكنيسة الاحترام للأكبر منكم. لما تكون داخل من الشارع للكنيسة هتطلع سلم حاجة أعلى، ولما تدخل من الكنيسة للهيكل هتطلع أعلى، ولما تطلع على المسبح أعلى وأعلى، ولما تدخل عند حضن الأب تطلع فوق خالص. فدي حاجة من حالات أنا حس أني لازم أطلع عن الأرض، أعلى عن الأرض. وإذا كنت بحترم المكان فلازم أحترم الأكبر مني. فالكنيسة تقول كمان في الكنيسة في حاجة اسمها شعب، حاجة اسمها شمامسة، في حاجة اسمها كهنوت. الشمامسة درجات والكهنوت درجات، يعني أبونا غير أبونا الأسقف غير أبونا البطرك. البابا ده حاجة، فكل حاجة في كنيستنا تعلمنا إن كل حاجة درجات. يقولوا كده ما بتتساواش الرؤوس، هي بتتساوى القلوب، يعني القلوب زي بعضها. قلب البابا هيتحسب زي قلب الأسقف، زي قلب أبونا، زي كلنا هنتحسب زي بعض. لكن في الدرجات لا، خلي بالكوا لازم اكرم أباك وأمك في البيت. طب ليه نقلع الجزمة؟ يعني ايه فكرة قلع الجزمة؟ ليه أقلع الشوز اللي في رجلي؟ ليه أقلع الصندل وانا شايف الصندل بتاعك موديله حلو جدا وكمان شيك جدا وجديد خالص؟ طب ليه أقلعه؟ هي انه الكلام ده واخدينه من الكتاب المقدس. يعني موسى، فاكرة موسى ساعة العليقة اول ما دخل كده وبعدين العليقة ابتدت تبقى ملتهبة بالنار او مشتعلة بالنيران، ربنا قال له ايه؟ لا مش فاكرة. قال له اخلع عليك لان الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسه. يعني ربنا هو اللي قال التعليم ده، قال لما تدخل ارض مقدسه اخلع عليك. مش بس كده، انه الشوز والصندل اللي انت ماسكاه في ايدك ده معمول من الجلد، والجلد ده معمول من الحيوانات، من جلد الحيوانات. والحقيقه الحيوانات دي ذبايح في العهد القديم، احنا دلوقتي داخلين بذبايح من العهد، ذبيحه العهد الجديد اللي هو مين؟ بابا يسوع، ذبيحه الصليب. عشان كده ما ينفعش ذبايح من العهد القديم تكون موجوده جوه. حاجه الثانيه او الثالثه، انه الشوز اللي اتعمل في الرجلين، اول شوز اتعمل في الرجلين وتلبس كان من ربنا لما عملوا الادم وحواء، لما اطردوا من الجنه راح عمل لهم صندل كده يلبسوه في رجليهم. ليه؟ لانه في السماء، السماء ما فيهاش شوك، ما فيهاش طين، ما فيهاش حاجات تخربش الرجلين. لكن لما اتردوا بره الجنه ونزلوا للارض، الارض طلعت لهم شوك، فخايف عليهم من الشوك اللي في الارض فلبسوها لهم. طب احنا داخلين السماء تاني، هل هينفع ان احنا في السماء هنكون لابسين شوز او حاجات زي كده؟ اكيد لا. عشان كده احنا لما بندخل الهيكل مفروض ان احنا نخلع الاحذيه اللي في رجلينا ايا كانت هذه الاحذيه، لكن بندخل الهيكل لان احنا داخلين السماء. ها عرفتي ليه؟ يا ابونا انا كده فهمت. وهتقولي لاصحابك؟ هعرفهم كلهم، حتى لو شوز جديد ولسه نظيف برضه لازم اقلعه. برافو عليك، انت بنت هايله وانا مبسوط منك ومن كل اصحابنا الحلوين اللي بيحضروا معانا. ونشوفكم المره الجايه. وجايبه معاكي ايه؟ سؤال جديد يا بونا. برافو عليكي، هنشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. باي باي يا بونا. انا كده تمام فهمت. لو انتوا كمان عندكم اسئله ابعتوا لنا على الايميل ده. لا 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 مش ده، افتكرت، على الايميل ده وانا هرد عليكم على طول. اقول لكم باي باي بقى، شوف حلقة جديدة وسؤال جديد، بس استنوني. باي باي.